مساء الخير جميعا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الرياضية التي نبدأ بكرة القدم، حيث سيستهل فريق المغرب التطواني حامل لقب البطولة الوطنية للأندية المحترفة لكرة القدم، سيستهل منافسات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق كازاسبورا السنغالي في الدور التمهيدي، فيما سيلتقي فريق اتحاد الفتح الرياضي وصف البطل في الدور ذاته فريق ريال بانجول الغامبي. وذكر بلاغون الكونفدرالية الإفريقية اليوم الاثنين أن الفريقين المغربيين سيخوضان لقاء الذهاب أمام جماهيريهما في الفترة ما بين 15 و17 من فبراير، بينما ستقام لقاءات الإياب ما بين فاتح وثالث مارس القادم. أما ممثل المغرب في منافسات النسخة 10 لكأس الكاف الجيش الملكي والوداد البيضاوي فقد عفي من خوض الدور التمهيدي لهذه المسابقة، وسيستقبل فريق الوداد البيضاوي في دور 16 النهاية منتصف شهر مارس المقبل الفائز في اللقاء الذي سيجمع فريق ماغاسا البنيني مع فريق الجمارك التوغولي، فيما سيستضيف فريق الجيش الملكي المتأهل من اللقاء الذي سيجمع بين النصر الليبي والخرطوم السوداني. انتزع فريق الوداد البيضاوي فوزا بشق الانفس من ضيفه الوداد الفاسي بهدف دون مقابل في لقاء الذي جمع بينهما مساء امس الاحد بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم منافسات الدور 11 من البطوله الوطنيه الاحترافيه لانديه القسم الاول في كره القدم. وانتظر فريق القلعه الحمراء الذي اهدر له الكونغولي ليس مويتيس ضربه جزاء في الدقه 62، انتظر الى غايه الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع يوقع هدف الانتصار بواسطة مدافعه هشام العمراني، ورفع فريق الوداد عقب هذا الفوز رفع رصيده إلى 22 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة من فريق الرجاء البيضاوي. قال جيرت مولر صاحب الرقم القياسي السابق لأكثر لاعبي كرة القدم تسجيلا للأهداف في عام واحد، قال أن الرقم الجديد الذي سجله ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بإحراز 86 هدفا قد يدوم لمدة 40 عاما أخرى. وحقق ميسي البلغ من العمر 25 عاما حقق رقما قياسيا جديدا في مشواره الرائع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حين سجل ثنائية فريقه ليقوده للفوز بحصة هدفين مقابل هدف واحد على مضيفه ريال بيتيس أمس الأحد، وليتخطى الرقم القياسي السابق الذي حققه مولر في عام 1972 بتسجيله 85 هدفا. سجل ميسي الذي يتوقع أن يقع عليه الاختيار الشهر المقبل لنيل لقب أفضل لاعب في العالم للعام الرابع على التوالي، سجل 74 هدفا لبرشلونة و12 هدفا للأرجنتين هذا العام. رقم قياسي آخر لمن يمكن وصفه منذ الآن بالأسطورة ميسي، لكنه يخص مسابقة كأس العالم للأندية، حيث تساوى أمس محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري مع الأرجنتيني ميسي، وذلك في عدد الأهداف المسجلة ببطولة العالم للأندية. وسجل أبو تريكة هدفه الرابع بمونديال الأندية وهو أكبر معدل تهديفي للاعب خلال البطولة العالمية، يتساوى مع ميسي الذي سجل هو الآخر 4 أهداف مع برشلونة خلال بطولتي 2009 و2011. وحرز أبو تريكة هدف فريقه الثاني في مرمى فريق سانفريس هيروشيما الياباني للمباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب تويوتا في إطار الدور الأول من مونديال الأندية، ليتأهل الفريق المصري للمربع الذهبي للبطولة لملاقاة فريق كورنثيانس البرازيلي يوم الأربعاء المقبل. ربنا كرمنا النهارده ان جبت جون وساعدت التمريرات ان نكسب النهارده. الحمد لله مكسب كويس والدايه كويسه لنا في البطوله العالميه. حصل شويه اهتزاز بس كده شويه، بعد كده الحمد لله من بدايه الشوط الثاني رجعنا ثاني الماتش وقدرنا نلعب كوره وقدرنا نوصل. الحمد لله النهارده تركيز اللعيبه ودقيق الحمد لله. اكيد الاداء مش زي مباراه الترجي، انما يعني الهدف مختلف طبعا النهارده خالص، وبتلعب مع بطل الدوري الياباني دوري محترفين وانت بظروفك اللي الناس كلها عارفاها طبعا المشاكل اللي في مصر والاحداث والاحداث ومفيش مباريات ويعني مش في حاله طبيعيه يعني. فبالنسبه للنهارده الحمد لله كويس طبعا يعني، وتكسب وتتاهل للدور قبل النهائي فدي حاجه كويسه يعني. ماتش صعب جدا وفرقه قويه جدا و بس يعني احنا ان شاء الله نسعى ان احنا نقدم برضو مباراه كويسه ونحاول ان احنا نطلع بنتيجه كويسه. أعلنت الشرطة اليوم الاثنين أنها تلاحق الشخص الذي رمى مدافع مانشستر يونايتد ريو فرديناند
بقطعة معدنية خلال مباراة الدربي التي فاز بها الشياطين الحمر أمس الأحد على جارهم ومضيفهم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لاثنين في الدوري الممتاز. وتعرض فرديناند لهذا الاعتداء خلال احتفاله بالهدف القاتل الذي سجله زميله الهولندي روبن فان بيرسي في الوقت بدل الضائع من لقاء الأمس، وقد غطت الدماء وجهه بعد أن أصابته القطعة النقدية في جفنه الأيسر، كما اضطر حارس سيتي جو هارت إلى إيقاف أحد المشجعين ومنعه من الوصول إلى فرديناند، ما دفع مدافع يونايتد إلى التوجه بالشكر لحارس سيتيزنز في مدونته على موقع تويتر. في الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA تفوق فريق ميلوكي بوكس على ضيفه بروكلين نتس بحصة 97 نقطة مقابل 88، فعلى ملعب باركلي سنتر في مدينة نيويورك برز في صفوف ميلوكي كل من براندون جينكيس الذي سجل 26 نقطة ومونتا إليس الذي أضاف 24 أخرى ليحقق ميلوكي انتصاره الثاني على التوالي، فيما تلقى فريق الحي الشهير لمدينة نيويورك هزيمته الرابعة على التوالي. وبعد هذه النتيجة عزز فريق ميلوكي موقعه في المرتبة الثانية لمجموعة الوسط بعشرة انتصارات وتسع هزائم، فيما حافظ بروكلين على موقعه الثاني في مجموعة المحيط الأطلسي ب 11 انتصارا وثمان هزائم. بهذا إذن نصل لنهاية النشرة الرياضية، طابت ليلتكم وإلى اللقاء.